بابا ايه ده؟ قلت لك يا بابا ما تقعدش معاها. يلا بقى عشان هننزل مصر. بابا بابا بابا، هو انت مش بترد ليه يا بابا؟ بابا اسكت. الو، ايوه يا دكتور، انا بابا مغمى عليه مش عارفه ماله، في ايه؟ الباقي في حياتك. بعد اذنك يا دكتور، انا عايزه اشرح الجثه. شو بتقولي يا مريم؟ ده كلام؟ لو سمحت يا دكتور، انا بنته من حقي اعرف سبب الوفاه. ما الدكتور قال لك يا حبيبتي هبوط حاد في الدوره الدمويه. انت ايه مشكلتك اصلا؟ مفيش مشكله، بس مش عايزه ابوك يتبهدل وهو ميت. لو سمحت يا دكتور، ممكن تسمع كلامي؟ انا عايزه اشرح الجثه. انا مش معترض على حاجه، اعملي اللي انت عاوزاه، انت برضه زي بنتي. انا مش بنتك يا شيخه، انت مجنونه. طب اتفضلي يا دكتور. شكرا شكرا. انت ايه؟ انت عايزه تفضحينا؟ تعملي كده قدام الدكتور تقول علينا ايه؟ لو سمحتي لو سمحتي اتفضلي اطلعي بره، انا متاكده ان انت موتي، اطلعي بره. الله يرحمك يا رجال. اطلعي. شوف بنتك مريم بتعمل في ايه؟ شوف بنتك بتعمل في ايه يا رجال؟ مريم ممكن تهدي. انا مش هسيبها، والله العظيم ما هسيبها. حبيبتي الكلام ده مش وقته دلوقتي. هي اللي موتته، انا متاكده ان هي اللي موتته والله العظيم. طب اهدي يا ستي، مش رايحه انت اللي موتته، بقول لك ابعدي عني بقى. وراح تروحي. مش كده يا مريم، غصب عني. انتي مش عارفه انا حاسه بيه بجد. لا انا عارفه انتي حاسه بيه. للحظه حطيت نفسي مكانك، فكرت هو انا لو مش هشوف بابا تاني هحس بيه؟ ما اكدبش عليكي، قلبي وجعني وما بقتش قادره اقف على رجلي.